ويأتي من يتكلم ويأتي من يتفاضل ويفتح الباب ويقصد أمام المرأة، لا،
مسلم استثمره الله يوم القيامة. فهذا هو المن يغسل المسلم. وسوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يتولى تغسيل الميت في تبع الصلاة. نعم. صفة غسل الميت. نعم. أنه تستر عورته. أول شيء نصنع بها عندنا سرير للتكفين وسرير للتغسيل. عندنا الآن وسائل حديثة ولله الحمد. الوسائل الحديثة التي لدينا الأسرة موجودة الآن عندها مخرطة وأحيانا تضع من الحديد. في القديم كان لا توجد هذه الأسرة فيجعل السرير من جهة الرأس مقبول هكذا ومن هنا نعم. لكن عما الأسرة هذه الموجودة لا إشكال فيها لأن الماء يمشي بها أصلا. وحتى أنهم يعني صنعوا الآن يعني بعض السرة جاءت تحمل وترفع مثل هذه السرة التي تكون في سيارة الإسعاف ولها من أسفل مثل الحوض يعني يفتن فيه منظومة الله الأوسع ثم بعد هذه الصورة توضع في المجرى المياه. أيضا عندهم مثل الماء ينزل من فوق الشاشة مثل الرشاشة منظومة الله في دورة المياه حتى يرسل هذا يكون يعني طريقة أسرع لأنهم قد أحيانا اضطروا إلى أن يغسلوا أشخاص كثيرين. لكن نحن على ما نشرح على الطريقة الإيجابية لأنه قد تضطر بهذا وأنت في مكان ليس هناك أحد. ونريد إن شاء الله حتى لو كنت واحدة كيف تصنع بالدين. نعم. أول شيء لا بد أن تستر تأتي للسفرة. نحن الآن عندنا هذه السفرة عندنا سفرتين. سفرة الآن الرابعة على الميت. إن حصل فيها شيء من الاتساق أو كذا ما زلنا شيء نغيره ولكن نحتاج إلى تغيير هذه السترة بعد ما تم التغسيل نغيرها ثم ننقله إلى مكان تكفين. نعم. ثم يرفع قليلا ويرسل ضخمه وعصبا رقيقا. الآن أول شيء كأنك أنت الذي تغتسل بالأمس هذا الاغتسال فماذا تغسل الله قبل الاغتسال إذا كان لديك رب الله رب الغاية كافي رب الغاية لأن الآن نريد أن نغسل وإذا أكملنا الاغتسال ونزل شيء معنى هذا تبرع لا بد أن نعيد فماذا نصنع؟ أول شيء نصنع أننا نجعل يأخذ ما في بطنه كيف يصنع هذا؟ يصنع هذا برفق فيأخذ الآن المساعد أو الباسط خلف على يده يلبس ويأخذ خلف على يده لكن يا اخوان نجيب بين اليمنى او بين اليسرى نجيب اليسرى نعم تصنع الذي تصنع بنفسك والذي تحب ان تصنع به تصنع بهذا البيت لكن ما تمس لا تقول ولا تضر بالنسبه للبيت ولهذا وضعوا لك الان بعض الجواب هذا يخبى حتى ينجيك فهذا هذه يرفع عليه اليسرى يرفع عليه اليسرى نحن الان نضع الماء نعتبر الماء في هذا الى ماء نعم الان يقول انه يرفع على الراس لكن يرفع قليلا ويمسك على الفم اما بعد ان الكف اليسرى هكذا في هذا الاتجاه او السعر نعم ومسر الآن يضع السفرة ويدخل لديه أسفل من السفرة وأنا أسرع الماء بصف الماء بصف حتى يمشي نعم قال رحمه الله ثم يذكر المواسم على يده خطبة من نحوها في منجيه بها نعم ويكثر من صف الماء حتى يعني في الغالب بعض المغسل اليوم يكثر الماء حتى يعني لا يشم شيء ثم يوضع الوضوء أصغر يعتبر أن أتى
فماذا يصنع؟ طبعا يبقى على الجهة ويبقى عندها